حدودة لزمايلكم اللي ما حضروش. يعني احنا دلوقتي الحمد لله بدأنا نشتغل في العيادات، وحالات التسوس اللي في العيادات غير حالات كلاس 1 وكلاس 2 اللي كنا بنشتغل وبنقابلها في اللاب على اكريليك توث. اكريليك توث كنا بنعمل ايديال كافيتي ديبث، ايديال كافيتي ويدث. الكلام ده بيبقى صعب جدا لما بنيجي بنشتغل في العيادة، لأنه بيحكمنا وجود التسوس الحقيقي مش الافتراضي اللي هو الاكتشوال كيرس، مش الفيرتشوال اللي كنا بنعمله في اللابات. فلو الحالة شالو، وفي فرق بين كلمة شالو وكلمة سيمبل يا جماعة، لما أقول شالو كافيتي غير لما أقول سيمبل كافيتي. سيمبل كافيتي معناها كيرس اوكيرنج ان وان سيرفيس، واخد سيرفيس واحد بس، جاي في الاوكلوزال بس، جاي في البروكسيمال بس، جاي في الباكال بس، او في اللينجوال بس، ده اسمه سيمبل افكتنج اونلي وان سيرفيس. لكن الديبث بتاعه ما يهمنيش في ان كونه سيمبل او لا، ادام وان سيرفيس يبقى سيمبل. بعد كده السيمبل بقى ده ممكن يبقى شالو، ممكن يبقى مودريت، ممكن يبقى ديب، according to the extent of the caris أو مسافة the distance between the caris and the bulb. طيب إمتى بحكم على الحالة معايا إنها deep caris and needs special management؟ بحكم على الحالة إنها deep caris لما تقرب من ال inner one third of dentine. لو انا قسمت الدنتين من اول الدنتين وانامل جانكشن لغايه البلب، هقسمه ثلاث اتلات: اوتر ثيرد، ميدل ثيرد، اند انر ثيرد. بتكلم على الدنتين ليه؟ لان ادام الحاله ديب كيرس فمعناها ان حصل انامل بريك داون، مفيش انامل خلاص. هنيجي على الدنتين، لو الحالة وصلت للـ inner third of dentine بغض النظر عن المسافة من البلب، الحالة دي will be considered as deep caries أداة مواصلة للـ inner one third of dentine. في حالات الـ deep caries أنا بقسم الـ caries dentine أو الـ caries lesion لتلاتة زون: the outermost layer أو superficial layer بنسميها soft dentine، ومن معناها أو من اسمها soft dentine معناها إن الملمس بتاعها بالعربي كده طري and can be easily removed either with manual excavators أو hand cutting instruments أو rotary cutting instruments. الصوفت دنتين دي بتبقى infected with bacteria اللي هي الكيريوجينيك بكتيريا، واكتر نوعين بكتيريا بنلاقيهم عندنا: البكتيريا اللي بتبدا التسوس، بكتيريا that initiates caries which is streptococcus mutans، او البكتيريا اللي بتخلي عمليه التسوس تزيد اللي هي اللاكتوباسيلس اسيدوفيلس which responsible for caries propagation. فبنلاقي الطبقة الأولانية دي soft وinfected and طبعا necrotic. ممكن نسميها soft dentine أو infected dentine أو contaminated dentine أو necrotic dentine، كل ده حاجة واحدة. طيب دي بتبقى الأوتر موست لاير زي ما قلنا، وايزلي اكسكافيتد سواء بشارب سبون، لو انا هستخدم الهاند انسترومنت هتبقى شارب سبون اكسكافيتور، او بالروتري انسترومنت هتبقى شارب كاتنج بير، شارب كاتنج بير وذ لايت اند انترميتنت بريشر، ضغطات خفيفه ومتقطعه. This layer must be removed، هشيلها، لازم اشيلها عشان اتخلص من البكتيريا ومن الجروس اماونت اوف كيرس. لما بشيل الصوف دنتين
بلاقي طبقة تحتيه اسمها فيرم دنتين، ونسميها كمان الانر افكتد دنتين او انر كيريوس دنتين، ودي كاركترايزد باي اسيد اتاك اوف بكتيريا. بنلاقي عدد البكتيريا محدود، لكن الاسيدز اللي هي الباي برودكت بتاعه البكتيريا هي اللي بتبقى موجوده بكثره. بيبقى في دي مينراليزيشن للانتر تيبرال دنتين، حصل له دي مينراليزيشن، لكن الكولاجين لسه موجود في الكروس لينكينج، وبالتالي الطبقه دي ريبيرابل او ريمينراليزبل، ممكن يحصل لها مينراليزيشن تاني وممكن يحصل لها ريبير. والطبقه دي لو انا عندي الكافيتي ديب ممكن اسيبها، وهقول لكم بعد كده نعمل فيها ايه، لكن لو الكافيتي مودريت بشيلها، ولو في الانتيريور واللاير دي ديسكالرد برضه بشيلها. يبقى الفيرم دنتين ده بنسميه الافكتد دنتين او الانر كيريوس دنتين، كاركترايزد باي اسيد اتاك اند دي مينراليزيشن اوف انتر تيوبولار دنتين. الكروس لينكينج لسه موجود، وبالتالي can be used as a frame for repair and this layer can be excavated manually برضو بالشارب اكسكافيتور هيتشال. طيب دي اسمها الفيرم دنتين. الطبقه اللي تحتها المفروض انها تبقى الهارد دنتين. الفيرم softer than الهارد. الهارد دنتين او بيبقى نورمال دنتين او not affected دنتين، ده بيبقى ريباراتيف دنتين. البلب عمله نتيجه الاريتيشن اللي حصل له او الاستيميوليشن اللي حصل له من سلولي بروجريسيف كيريوس ليجن، فعمل لي سكليروتيك دنتين او ريباراتيف دنتين او تيرشري دنتين. كل دي انواع ل او اسماء للديفنس ميكانيزم اوف ذا بلب تو بيرفورم دنتين بريدج. يبقى دلوقتي قسمنا الكيريوس ليجن في الدنتين لثلاثه زون. اول زون هو السوفت دنتين اللي لازم اشيلها، ودي بتبقى انفكتد وسوفت ونكروتيك وكونتامينيتد، ودي بتبقى الاوتر موست لاير اللي اول ما بفتح السنه او اول ما ببص على السنه بشوفها وبشيلها، يا اما بشيلها بشارب سبون اكسكافيتور او اشيلها بشارب روتري كاتنج بير. شلت الطبقه دي، انا بكرر يا جماعه عشان نحفظ. الطبقه اللي بعدها هي الفيرم دنتين، والفيرم دنتين دي ما فيهاش بكتيريا بس فيها الاسيدز اللي هي الباي برودكتس بتاعه البكتيريا، عشان كده بنسميها الافكتد دنتين او الانر كيريوس دنتين. ودي كاركترايزد، الصفه المميزه فيها دي مينراليزيشن اوف بيري او انتر تيوبولار دنتين، الاثنين اسم الحاجه واحده، بيري تيوبولار دنتين او انتر تيوبولار دنتين. demineralization of intertubular dentin، سوري مش الانترا او البيري، الانتر intertubular dentin، بيحصل له demineralization و keeping the cross linking of collagen fibers which act as a frame for repair. ممكن يحصل لها repair وممكن يحصل لها remineralization. وبعد كده بنخش الديبست زون، يعني nearest to the bulb. ال outermost layer هي ال soft dentin، الديبست لاير او النيرست لاير تو ذا بالب هي الهارد دنتين، وده بيبقى ديفنس ميكانيزم للبالب زي الريباراتيف دنتين والسكلروتيك دنتين. طيب انا دلوقتي المريض ده جالي العياده وانا عايز احشي السنه، مفيش حشو مع تسوس، لازم التسوس يتشال، لكن الحاله دي ديب ابروكسيميتنج البلب بينها وبين البلب يعني تقريبا ملي او اقل، طب اعمل ايه؟ اهم حاجه اعمل كومبليت كيرس اكسكافيشن ات ذا بريفري. البريفري بتاعت الكافيتي عند الدنتين وانامل جانكشن لازم تبقى كيرس فري، لازم اجيب الساوند هارد دنتين، لازم، لان انا بقول لو انا عندي شقه وخارج مشوار
فإني أقفل باب الشقة أهم عندي من إن أقفل باب الأوضة. لو أنت قافل باب الشقة كويس مفيش حد هيقدر يدخل الشقة وبالتالي محدش هيدخل الأوضة. لكن لو باب الشقة مفتوح أي حد ممكن يدخل الشقة، وبعد كده لو باب الأوضة مقفول ممكن بشوية معافرة يفتح باب الأوضة. فأهم حاجة يحصل حاجة اسمها بريفرال سيل at the tooth restoration interface، الوصلة ما بين الحشوة والسنة عند الكيبل سيرفيس مارجنز وعند الدنتين ونامل جانكشن، تبقى قافلة كويس عشان ما تخشليش الصعايبة وتخش البكتيريا ويحصل سكندري كيرس او ريكارنت كيرس تاني. طيب لكن يا دكتور في حتة ديب، انا لو شلتها هعمل بالب اكسبوجر. طب الحتة دي فين يا دكتور؟ انت مش هتقرب من البالب طول ما انت على البريفري عند الميزيال وول والباكال وول واللينجوال وول، دي البريفري بتاع الكافيتي بتاعتك، مستحيل يبقى فيه بالب في الجزء ده، فبتشيل براحتك. البالب بتلاقيه في مكانين، يا اما عند البالب الفلور اللي هي الفلور اوف ذا كافيتي، يا اما على الاكزيال وول لو انت شغال كلاس 3 او كلاس 4 او كلاس 2. هم دول التو وولز بس اللي مسموح لك انك تسيب soft dentin لو انت خايف انك لو شلت تحصل اكسبوجر. والاتيتيود ده بنسميه selective caries removal، اللي هو إزالة التسوس الاختيارية، بشيل في البريفري وبسيب عند البالبال فلور او على الاكزيال وول. بعد كده ساعتك هتحط جلاس ايونيمر. احط جلاس ايونيمر يا دكتور فوق الكيرس؟ هتحط فوق الكيرس. لما تحط فوق الكيرس وتعمل سيلينج كويس على البريفري، الايروبيك بكتيريا بتاعت الكيرس مش هيبقى عندها اكسجين، وبالتالي يحصل لها انهبيشن اند ديث، والكيرس يبقى ارستد بالجلاس ايونيمر مع الريباراتيف اكشن اوف ذا بالب اللي هو التيرشري دنتين او الريباراتيف دنتين، هيوقف القصة. تمام كده؟ بعد فوق الجلاس ايونومر، لان الجلاس ايونومر مش هيستحمل في الادلت ماستيكيشن، فبتحط يا اما تي اف يا اما بتحط الامالجم او الكومبوزيت بتاعك. دلوقتي زمان كنا بنحب نحط تي اف وبعد كده نرجع نشيل ونحط البيرمنت ريستوريشن، دلوقتي قالوا لا الكلام ده ملوش لازمه والتي اف ما بيأثرش على النتائج سلبا ولا ايجابا، فمن الاول وفر وقتك، وفر الماتيريال بتاعتك، وفر فلوسك وفلوس العيان، واعمل له الفاينل ريستوريشن على طول. الكونسبت ده اسمه ايه يا دكاتره؟ اسمه سيلكتيف كيرس ريموفل. طيب انا لما بعمل السيلكتيف كيرس ريموفل معناه اني سايب كيرس تحت الحشو، يبقى اقل حقوق المريض او اول حقوق المريض انك تقول له أنا سايب تسوس تحت الحشوة. ليه تقول له أنا سايب تسوس تحت الحشوة؟ لأن ممكن المريض بتاعك يروح لدكتور تاني. الدكتور التاني هيعمل أشعة، هيلاقي الراديو لوسنسي بتاع التسوس موجود. فيقول للمريض بتاعك الدكتور الأولاني اللي هو ساعدتك ما نضفلكش السنة مظبوط وسايب لك تسوس تحت الحشوة. فيحطك في موقف حرج. فلازم تعرف المريض بتاعك انت عملت ايه بالظبط. يستحسن كمان انك تاخد ريتن كونسنت، تكتب الكلام ده في ريتن كونسنت والمريض يمضي عليه عشان يعرف انت عملت ايه بالظبط. يبقى البيشنت شود بي انفورم، ريتن كونسنت شود بي دان. عشان ايه كمان؟ عشان الموضوع ده لغاية دلوقتي لسه في بعض الناس بتعتبره controversial، يعني محل نقاش، في ناس مع وفي ناس ضد. فعشان تطلع نفسك من الكلام ده بتعرف المريض بتاعك كل حاجة وتخليه يمضي على كده. قلنا الشرط ان يحصل good sealing at the tooth restoration interface. ما ينفعش ان انا
يبقى مش قادر اجيب السيلينج كويس واعمل سيلكتيف كيرس ريموفال، كده الحاله اكيد هتفلير منك مش هتنفع. طيب في ناس بنقول تقول نحط كالسيوم هيدروكسيد، وناس تانية بتقول ما نحطش كالسيوم هيدروكسيد. الكلام ده برضه كونترافيرسال. واخر حاجه بنقول الكالسيوم هيدروكسيد في السيلكتيف كيرس ريموفال از نوت امبورتنت اند نوت افكت ذا ريزلت، مش هيأثر عليا. حط جلاس ايونيمر على طول. طيب لو فرضا بتعمل اكسكافيشن وحصل بالب اكسبوجر، لقيت دم طالع، تعمل ايه؟ اسمع اجابه حد كده يا جماعه، اي حد من الموجودين؟ انت يا دكتور؟ نعم محمد وائل، عايز تعمل ايه يا محمد؟ اندو تريتمنت. اندو تريتمنت، انت جبت من الاخر خالص يا محمد. ماشي، حد عنده راي تاني يا جماعه؟ على حسب انا عملت دايركت ممكن اعمل بالت كابينج. في عندك بلاد طالع، احط كالسيوم هيدروكسيد؟ احط كالسيوم هيدروكسيد. طيب احنا بنقول يا جماعه، قول يا علاء، يا علاء ولا الاء مش عارف، لو بين بوينت، لو بين بوينت اكسبوجر والبنتين اللي حواليه ساوند، ممكن نستخدم كالسيوم سيليكيت. طيب كالسيوم سيليكيت ماشي. طيب خلاص يا شباب، احنا دلوقتي لو حصل اكسبوجر القصه هتروح للشابتر الثاني خالص، اسمه فايتال بالب ثيرابي. فايتال بالب ثيرابي، الفايتال بالب ثيرابي بيبدا من الاندايركت بالب كابينج، هنتكلم عليه كمان شويه، مرورا بالدايركت بالب كابينج والبارشال بالبوتومي والتوتال فايتال بالبوتومي، ونهاية بالروت كانال تريتمنت او بالاندودونتيك تريتمنت. طيب كلينيكال بقى نتكلم ونقول لو انا عندي ديب كيرس ممكن اتعامل معاه ازاي؟ الحالة ديب يا دكتور، عرفنا انها ديب ازاي. المفروض في السكشن هنصور اكس راي، هي بتبقى باينه طبعا بالاكسبيرينس بالنسبه للاستاف انت لسه، فالاستاف اللي معاك المعيد او المدرس المساعد او العبد لله هيقول لك صور لي اكس راي. هتصور اكس راي هنعرف الدبث منها وبين البلب قد ايه، وبالتالي هقول لك نشتغل ازاي. طيب بدانا نعمل كيرس ريموفال، سواء كنا بنعمل بشارب سبون اكسكافيتور او براون بير. طيب ايه الاحتمالات او ايه الكونسبتس اللي انا هتابعها الاول؟ في مدرستين، في مدرسة بيدي لا بيدي عمرو، الناس اللي قلبها جامد وما بيهمهاش، وفي مدرسة من خاف سلم، الناس الحنينة شوية. كويس كده، مدرسة بيدي لا بيدي عمرو، الناس اللي قلبها جامد بتقول والله الدكتور احمد الطباخ قال مفيش حاجة اسمها تسوس، حشو فوق التسوس. طب يا عم الحاجة هتعمل ايه؟ قال لك كومبليت كيرس ريموفل، انا هشيل التسوس واللي يحصل يحصل. قول له ماشي براحتك انت المسؤول. لما يشيل التسوس كله ايه الخيارات اللي ممكن يلاقيها؟ اول احتمال ممكن يلاقيه ان التسوس كله فعلا يتشال ويجيب الهاردنتين with no exposure، with no exposure مفيش، او with no معنى اصح with no obvious exposure، انا مش شايف exposure بعيني لكن اكيد اكيد حصل microscopic exposure. طب الحاله دي معناها ايه؟ لما انا شلت التيرس وما حصلش obvious exposure وجبت الهاردنتين اعمل ايه بعد كده؟ ساعدتك بعد كده هتحط لاينر او سب بيز، يا اما تحط تراي كالسيوم سيليكيت او تحط كالسيوم هيدروكسيد مفيش مشكله، ده او ده، او تحط ام تي اي برضه مفيش مشكله، اللي هو المينرال ترايكسايد اجريجيت مفيش مشكله. كويس، حطيت ام تي اي ماشي، حطيت تراي كالسيوم سيليكيت ماشي، حطيت كالسيوم هيدروكسيد ماشي. بعد كده فوق اللاينر هتحط البيز اللي هو ايه عندنا، اللي هو الجلاس ايونيمر،
وتسيب اللاست او سوبرفيشال 1.5 تو 2 مليمتر to be filled with your final restoration even composite or amalgam. يعني دلوقتي بقى عندك ساندويتش بيج ماك ثلاث طبقات، الطبقه اللي فوق الفاينل ريستوريشن بتاعتك اللي هي الامالجم او الكومبوزيت، والميدل لاير الجلاس ايونيمر از ا بيز، والديبست لاير اللاينر بتاعك اللي هيعمل ميديكيشن للبلب وستيموليشن للريباراتيف دنتين فورميشن اللي هو تراي كالسيوم سيليكيت او الكالسيوم هيدروكسايد او المينرال تراي اوكسايد اجريجيت اللي هو الام تي اي. كويس، ده لو احنا عملنا اكسكافيشن وما حصلش اكسبوجر. تاني حاجه لو عملنا اكسكافيشن وحصل اكسبوجر، هنبص على الاكسبوجر ده ونحفظ السطر اللي هقوله ده، واللي معاه ورقه وقلم يكتبه، واكيد ان شاء الله انتم كويسين وشاطرين وحافظينه قبل كده، اللي هو بنقول بين بوينت اكسبوجر surrounded by sound dentine، وده شرط الدايركت بالب كابينج، ده شرط الدايركت بالب كابينج، لازم يبقى البريفري بتاع الاكسبوجر بتاعك ساوند، ولازم يحصل سلايد بليدنج نقطه دم. لو حصل اكسسيف بليدنج معناها ان في بالب انفلاميشن، مش هيمشي معاه الدايركت بالب كابينج. لو في تسوس يبقى حصل باثولوجيكال اكسبوجر مش ياتروجينيك اكسبوجر، وبالتالي برضه مش هينفع معاه الدايركت بالب كافيتي. يستحسن طبعا وانت في الكافيتي في حاله الديب كافيتس تبقى مركب الرابر دام، لان وجود الرابر دام بيساعد او بيعلي بنسبه كبيره فرصه نجاح عمليه الدايركت بالب كافيتي. يبقى تاني احتمال ان حصل اكسبوجر اوريدي وطلع لي بلاد بس بين بوينت اكسبوجر بس وسراوند باي ساوند دنتين، وبالتالي اشتغل دايركت بالب كابينج بايه؟ باللي انا عايزه برضه، تراي كالسيوم سيليكيت ماشي، كالسيوم هيدروكسايد ماشي، ام تي اي ماشي، وفي ناس كمان بتقول لك ممكن نعمل بالب كابينج بالبوندنج ايجنت ماشي برضه ينفع. وبعد كده نفس الكلام الجلاس ايونيمر، وبعد كده الفاينل ريستريشن. الحاجة التالتة إن حصل اكسبوجر باثولوجيكال اكسبوجر أو هيموريدج، وفي الحالة دي هحوله للجماعة زمايلنا المحترمين بتوع علاج الجذور يكملوا الحالة. ده لو أنا من مدرسة الناس إيه؟ أم قلب جامد، بيدي لا بيدي عم. المدرسة التانية مدرسة من خاف سلم، الطيب أحسن. كويس؟ مدرسة الطيب أحسن ومن خاف سلم هتشيل التسوس لغاية آخر طبقة. عند آخر طبقة اللي هم لو شالوها يحصل اكسبوجر، يقول لك لا أنا هعمل محاولة أحافظ على التوث فيتاليتي. هتعمل إيه؟ قال لك أنا هعمل اندايركت بالب كابينج. على الوضع ده هحط الثيراكال اللي هو التراي كالسيوم سيليكيت أو الكالسيوم هيدروكسايد، وبعد كده هقفل بالتمبري فيلينج. هتقفل قد إيه؟ قال لك هقفل من شهر ونص لشهرين. من 6 ل 8 اسابيع لغايه لما البلب يعمل لي ريباراتيف دنتين بريدج. طبعا اقدر اشوف الريباراتيف دنتين بريدج ده ازاي؟ اشوفه بعد شهر ونص شهرين بالاكس راي، هلاقي خط راديو اوبيك اتكون. ساعتها ارجع افتح السنه تاني، اشيل التي اف بتاعي، واشيل الكالسيوم هيدروكسيد القديم، واشيل الكارس اللي هيبقى هارد دلوقتي، ووصلت للدنتين بريدج اللي هو الساوند، ارجع تاني احط تراي كالسيوم سيليكيت او الكالسيوم هيدروكسايد او الام تي اي، وبعد كده الجلاس ايونيمر، وبعد كده الفاينل ريستوريشن ايفن امالجام اور كومبوزيت. ده الاندايركت بالب كابينج. في ناس دلوقتي بتقول مفيش لازمه ان احط التي اف واضيع وقت، انا هحط الفاينل ريستوريشن على طول، هعمل اندايركت بالب كابينج برضه، وهسيب حبه التسوس الاخيره ديت اللي زي ما قلنا في السيلكتيف كيرس ريموفال، وبعد كده احط الكالسيوم هيدروكسايد والجلاس ايونيمر والفاينل ريستوريشن. والله الالم راح ومفيش اي علامه للبالبال باثوزس، والعيان بياكل على الضرس تمام ومفيش مشاكل، يبقى انا وفرت على نفسي وعلى المريض الجلسه الثانيه. لو حصلت مشاكل وحصل فيلير للتريتمنت، يبقى انا كده كده هفتح اندو، وساعتها مش هيفرق افتح الاكسس
في التمبري فيلنج من ان انا افتح الاكسس في الجلاس ايونومر او الكومبوزيت او الامر، مفيش فرق. فهمنا يا جماعه؟ يبقى الاندايركت بالب كابنج ممكن اخلصه على جلسه واحده وممكن اخلصه على جلستين بينهم من 6 اسابيع ل 8 اسابيع. كده تعتبر لمينا الديب كيريوس ليجن. احاول اكتبه لكم وورد واسلمه لكم في المحاضره بتاع الاسبوع الجاي اللي هي تبقى فيس تو فيس ان شاء الله. حد عنده اي استفسار في الكلام اللي قلناه النهارده؟ الدسكشن مفتوحه، ممكن نفتح الميكروفونات بتاعتنا ونسال يا جماعه. دكتور بعد اذنك ممكن الاندايركت كابنج تاني حبيبي؟ اندايركت مش سامع يا محمد. اندايركت بالب كابنج. الاندايركت بالب كابنج انا هعمل كيرس اكسكافيشن لغايه اللاست لاير اللي هي الطبقه، ان انا لو شلتها هيحصل اكسبوجر خلاص. الطبقه دي هسيبها واحط فوقيها تراي كالسيوم سيليكيت او كالسيوم هيدروكسيد او ام تي اي، وبعد كده هقفل. يا اما اقفل بحشوه مؤقته يا اما اقفل بحشوه مستديمه. لو قفلت بحشوه مستديمه تبقى القصه خلصت. لو قفلت بحشوه مؤقته اجيب العيان تاني بعد من 6 ل 8 اسابيع، يعني شهر ونص شهرين، واشيل الحشوه المؤقته واشيل اللاينر اللي انا حاطه سواء كان كالسيوم هيدروكسيد او غيره، واشيل الكيرس وارجع احط لاينر من جديد وجلاس اينومر من جديد وحشوه من جديد. القصه كلها ان انا هشوف الريسبونس بتاع البيشنت. لو الحاله عدت من غير مشاكل، ما فيش بين يعني ولا اي مشكله، والعيان بياكل على الضرس طبيعي، مش عارف الكاميرا كده، والعيان بياكل على الضرس طبيعي، خلاص في الحاله دي انا هحط الحشو، مش هفتح السنه تاني. لو العيان اشتكى، لا هشيل سواء كان حشو مؤقت او حشو مستديم واعمل اندو. وضحت واتفهمت؟ تمام، شكرا يا دكتور. ماشي يا محمد. حد عنده سؤال تاني؟ دكتور دلوقتي كل المحاضرات بقت اونلاين يعني، فهل حضرتك ممكن تدينا الورق ده على التيمز؟ يعني هحاول بس انا مش عارف المحاضرات الفيزيكال اتلغت خالص ولا ايه الوضع؟ هم لسه كانوا منزلين يعني قرار قريب، فيعني قالوا ان كل حاجه بقت اونلاين. انا هسال، هو اللي انا متاكد منه انه الحضور اختياري مش اجباري، ده اللي انا متاكد منه. وانا كنت قلت لكم يا جماعه يا ريت نعمل جروب على التليجرام يا جماعه، قلت لكم الكلام ده، قلت لكم في المحاضره. الجروب ليدر او الليدر بتاع الدفعه يعمل جروب للدفعه كلها على التليجرام ويدخلني معاهم، بحيث لو اي داتا تبقى اسهل من القصه دي. انا لسه في التيم ده، دي تاني محاضره ليا، المحاضره الاولانيه كانت امبارح، فما اعرفش الوضع عامل ازاي، عشان حتى الكويزز والكلام ده نشوفه نعمل ايه. ماشي دكتور، هي المحاضرتين الجروبين مكملين بعض ولا كل جروب لوحده؟ لا 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 لا، هي المحاضره دي، هي المحاضره دي. يعني المحاضره بتاعت النهارده نفس المحاضره بتاعت امبارح. ايوه بالظبط كده، لغايه لما اشوف بقى الدنيا هتبقى عامله ازاي. ماشي. اساينمنت صغير كده اللي يعملوا لي عندي بونص. سامعني؟ يا دكتور. طيب انا عايز اسماء 18 نوع مختلف من الدنتين. سهله؟ سهله خالص. تمام. حد عنده اي سؤال؟ ايوه يا محمد. هو كده الدايركت والاندايركت بيتعالجوا نفس العلاج يعني، نفس البروسيجر اللي هنا هي البروسيجر؟ الفرق فقط بين الدايركت والاندايركت ان الدايركت فيه اكتوال بالب اكسبوجر، انت شايف دم بعينك. الاندايركت لا، لسه فيه تسوس، لكن بقيه البروسيجرز واحده. تمام، شكرا يا دكتور. تحت امرك. حد عنده اي استفسار ثاني يا جماعه؟ يا دكتور انا عندي سؤال، معلش. اتفضل حبيبي. حضرتك لو انا بشيل الكيرز عملت بارشل اكسبوجر تمام، هل في احتماليه ان انا استخدم اي ماده كفاز كونستريكتور مثلا توقف لي البليدنج؟ لا، المفروض يقف لوحده. المفروض يقف لوحده. لو ما وقفش لوحده معناها فيها انفلاميشن والبلب بايظ كده، خلصت خلاص، ما ينفعش يعني. انت بس بتمسح بسترايل كوتون مع ديستال ووتر كده تلاقيها وقفت خلاص. تمام، ماشي حبيبي، شكرا. يا ريت يا جماعه في العملي تبلغوا زمايلكم بالنسبه للعملي. سامعني؟
بالنسبة نجيب الرابر دام معانا سواء شغالين امالجم او كومبوزيت، الرابر دام كده تبقى معانا عشان نعمل لكم ديمو. واضح؟ تمام يا دكتور. تمام. إلى هذا الحد نقف، وهذا ما أعلم، والله تعالى أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.